كده خالص. لا انا بتكلم على هنا على على الزمالك مش على باتشيكو نفسه. ما هو النهارده قدر الماتش اهو تمام وما عندوش ازمه وممكن يدير اللي وراه اللي وراه ما عندوش مشكله اجل. لكن انا بكلمك عن تعامل اللعيب نفسه مع على اداره نادي الزمالك مع التوضيح طبعا هذا الامر لازم نحطه يعني اسباب قاطعه وردود قاطعه عشان يبقى اللعيبه هتفضل تفكر كل يوم اللعيبه هتفضل تفكر وتتكلم لازم اي احنا اللعيبه عارفين يا جماعه عارفين احنا مش عارفين اللعيبه عارف لا اللعيبه ما تعرفش طبعا استحاله لا لا استحاله ده لو اللعيبه عارفه تبقى مصيبة. يعني احنا بنسمع بنسمع تبقى كارثه كده بتبقى كارثه مش حاجه كده ازاي يعني ازاي اللعيبه تبقى عارفه دي كارثه دي كارثه صعب صعب ازاي يعني ابقى انا لعيب كل فكري يا ترى لما كارتيرو هيجي هيلعب مين يحب مين هيرجع مين هيحط مين هينزل مين دي افكار اللعيبه على فكره وكلامه بين بعض هيفضل نادي الزمالك كده ازاي يعني ايه كده هيفضل طول عمره ما عندوش قرار صارم كده وقرار واضح وصريح لازم بص لازم كل حاجه لان في معايير بتحكمه بص لازم معايير ماديه ومعايير قصص ولازم يبقى في حكايات وروايات ايه ده مدرب قاعد النهارده مدرب قاعد فوق وهينسك الماتش الجاي لا هي مش هيشتغل وعارف ان هو ماشي يا عم ايه ده ما تنهي ايه القصص دي كلها انا زي ما قلت من بدايه اللقاء في الاستوديو انا يعني مع بقاء باتشيكو لنهايه الموسم بامانه يعني لاسباب لاسباب كتير يعني انا مش مصدقه والله بصراحه انتوا عمالين تنتقدوا في باتشيكو لغايه مش عارفين انتوا كنتوا عايزينه يمشي اصلا احنا لا هو في مشاكل طبعا فنيه بيعملها كتير جدا انتوا مين بس في مشاكل فنيه وقلنا قبل كده هم لا احنا قلنا احنا قلنا والله هو الراجل اللي قاعد بص في المؤتمر الصحفي المؤتمر كمان هو يعني بيضحك شغال في المؤتمر الصحفي لا بيضحك هو ده واضح انه مش ماشي واضح انه مش ماشي ده سمعته بيقول يعني ابتسامته العريضه